السلام عليكم. أول حاجة أحب أشوف في الأول، هل الصوت واضح عند الجميع؟ واضح يا خالد. أهلا ومرحبا بكم في سيشن جديدة من VMUG Egypt. يمكن توقفنا فترة طويلة من آخر محاضراتنا عن الواتس نيو ان ستورج مع مهندس مصطفى خليل، لكن ده بسبب بعض الظروف، وإن شاء الله هنبدأ معاكم في بعض المحاضرات خلال الفترة القادمة هتتكلم على زي ما احنا متعودين على التكنولوجيات الجديدة الخاصة بالفيمور. وهنبدأ إن شاء الله النهاردة في محاضرة بتتكلم على منتج مهم جدا جدا، أو معنى آخر باقة من المنتجات عن شركة فيمور، بيعهم كأنهم باقة واحدة بتغطي لنا أكتر من جزئية بنحتاجها في مجالنا وفي مجال الشغل بتاعنا. وبنتكلم على VMware Horizon Suite. Horizon Suite هنعرف انها مجموعه من البرامج بتقدم لي اكثر من خدمه متكامله مع بعض. ان شاء الله هيشرفنا في السيشن ديت مهندس محمود مجدي، واكون معاه ان شاء الله ضيف عليكم هنتكلم فيها ان شاء الله كنظري وبشكل ديمو كده سريع عن التطبيقات والابلكيشن الموجوده في مجموعه الهورايزن فيو، وهنشوف ايه هي امكانياتها وازاي نقدر نستفاد منها بشكل بسيط وبشكل سهل جدا عندنا. طبعا دي تعتبر السيشن بتاعتنا ثاني سيشن عندنا في موضوع مختلف عن الاستورج. طبعا هيكون عندنا ما يقرب من ساعه هنقدم فيها البرزنتيشن ونقدم فيها الشغل العملي بشكل بسيط ديمو بسيط، وان شاء الله بعدها هيبقى في وقت للاسئله. اي حد محتاج يسال اي اسئله في جزء خاص فيه من خلال برنامج اللايف ميتنج هيطرح فيه الاسئله وهنجاوبها ان شاء الله بعد ما ننتهي من المحاضرة. مهندس محمود إن شاء الله هيبدأ معانا يقدم لنا كده البرزنتيشن خاصة بالموضوع ده، وبعد كده أنا هبدأ أكمل بعد ما يتفضل هو وينتهي، هكمل معاكم بعض السيشنز النظري وهكمل معاكم الجزئية الخاصة بالديمو على بعض الأبليكيشنز الخاصة بيه. اتفضل يا مهندس محمود. مساء الخير، أحب أرحب بكل الناس اللي موجودة معانا النهاردة، وبحب أشكركم لوقتكم. انا عارف ان الوقت بيبقى صعب وسبيشالي بعد الشغل، فانا متشكر جدا لكل الناس اللي بتحضر اونلاين لانها بتاد فاليو فعلا للسيشن، وان شاء الله الناس اللي بتشوفنا في الريكوردنج اتمنى ان انا اشوف ناس اكتر واكتر تكون موجوده، لان ده بيأد فعلا فاليو للسيشن الاونلاين عن انك انت تشوفها ريكوردنج. حاجه بسيطه بس احب اكد عليها، زي ما خالد قال في من ضمن التابس اللي فوق في البرنامج فيه الجزء بتاع الكويستشنز اند انسرز، لو حد عنده سؤال ممكن يساله في الجنب واحنا هنجمع الاسئله ونجاوب عليها. وفي نفس الوقت لو انت اتندي انت عندك الجزء بتاع الفيدباك، لو انت بتضغط على الجزء اليمين خالص في الاخضر، في لو انت عايز تحط نفسك احمر need help، ازرق لو انت مش سامع، اصفر لو انت عايز نبطئ، بنفسجي لو انت عندك سؤال، واخضر لو احنا نقدر نبروسيد. فانا شايف من الكنترول بانل بتاعتي ان كل الناس تقدر تبروسيد، فاحنا هنكمل ان شاء الله بإذن الله في السيشن. من ضمن البدايات او النقط الأساسية اللي انا عايز اتكلم فيها، يعني ايه في دي اي؟ ناس كثيرة جدا بتتكلم في موضوع الفي دي اي اليومين دول، وهو الجزء البومينج الكلاود والفي دي اي والفيرتشواليزيشن. الفيرتشواليزيشن والسيرفر فيرتشواليزيشن احنا قادرين نشوف الفاليو بتاعتهم احنا كاي تي بروز، ان احنا بنقدر نكونسوليديت السيرفرز، نقدر نحط كميه فيرتشوال ماشينز اكتر على السيرفر، فبنقلل عدد السيرفرز، بنحسن المانجمنت والكلام ده كله. لكن الاند يوزر او الكونسيومر الاساسي للفي دي اي هو مش احنا كاي تي. احنا بنستفيد احنا كاي تي، بس احنا بنحاول ندي تولز جديده للاند يوزرز من ساعه ما هم ما بيبتدوا يشتغلوا، تولز جديده يقدروا يشتغلوا بيها. فانا عايز اشرح بس كام كونسبت اساسي في الفي دي اي قبل ما نبتدي نتكلم في الهورايزن. الكونسبت ده كونسبت عموما، يعني مش مرتبط بالهورايزن فيو او مايكروسوفت او ساتريكس او ان كومبيوتنج او اي حاجه من الحاجات دي. الكونسبت دي ثابته على مستوى الفي دي اي عموما. فالناس لو احنا جينا بصينا، احنا عندنا الكمبيوتر واليوزر عنده أكتر من حاجة، فعندنا الهاردوير، عندنا الأوبريتنج سيستم،
عندنا البروفايل، وعندنا من فوق هنا الابس بتاعت اليوزر. ده اللي اليوزر بيستعمله في كل اي شركه، مهما كان اختلف اليوزر، مهما كان بسيط اللي بيسموه تاسك وركر، او ان هو راجل بيستعمل 3 ماكس ابلكيشن وتوكاد ابلكيشن، في الاخر الراجل دي الكومبوننتس بتاعته. الكلام ده بقى من هنا فيه شانلز بيقدر ياكسس منها. في العادي احنا بنأكسس من خلال اللابتوب او الديسكتوب، وده كان الموديل القديم ان هو في انا عندي لابتوب او ديسكتوب. بس مع الكونسبتس الجديده بقى في اكتر من شانلز تانيه داخله في الخطوط دي. فانا عندي مثلا هنا التابلتس، الموبايل، وعندي كمان الثين والفات كلاينتس، الثين والزيرو كلاينتس انا اسف. والكلام ده مهم جدا لما بنيجي نتكلم عن الفي دي اي. ليه؟ لانه النهارده وانا بتكلم عن الفي دي اي انا بدي كابل كل او بفصل كل كومبوننت من دول عن بعضها. ففي الفي دي اي انا بفصل الهاردوير عن الاوبريتنج سيستم، عن البروفايل، عن الابلكيشنز. هنشوف الكلام ده بيحصل ازاي وايه البرودكتس اللي احنا ممكن نستعملها انها تعمل الكلام ده كله. بس انا بفصص او بفصل الكلام ده كله. طب فصل الكلام ده كله بيديني ايه؟ بيديني ان انا ما بقتش محتاج او مرتبط باللاير دي. وبقى اللاير دي بقت ترانسبيرنت لليوزر. فالنهارده اليوزر بيخش من على التابلت، بيخش على الموبايل، بيخش من على الثين كلاينت، بيخش من البيت، بيخش من الكوربريت من جوه اللان، بيخش من بره اللان، بياخد نفس الاكسبيرينس بتاعته، بيشوف نفس الابلكيشن، بيستقبل نفس البروفايل، بياخد نفس الاوبريتنج سيستم، ومش مهم بالنسبه له اللاير بتاع الهاردوير اللي موجود هنا ده خالص، لانه بيقدر ياكسس من اي حته. طيب الكلام ده بيديني ايه؟ بيديني برودكتيفيتي اعلى، بيديني فلكسبيليتي اكتر ان انا اقدر اتحرك جوه وبره الاورجنايزيشن. بس في بعد تاني جدا لازم انت تقيسه علشان لما انت بتعمل الحاجات اللي هي بيسموها الار او اي اناليسيس، او الحسابات العوده من ان انا اقدر احدد الربح او المكسب بتاعي في البرودكت، انه لازم في بعد انت الناس ما بتبقاش فاهماه، اللي هو السبورت والفلكسبيليتي بتاعه الفي دي اي انفايرمنت. من خبرتي ان انا لما بروح لناس كتير جدا بره بيبقوا متخيلين الفي دي اي انفايرمنت هتوفر. بالعكس، الفي دي اي انفايرمنت بعد حسابات دقيقه ومتعمقه جدا بيبقى الكوست بتاعها نفس كوست المطلوب للهاردوير الفيزيكال، تقريبا بتبقى في حدود اقل 5% ماكسيموم، يعني ما بتزيدش. ودي حسابات انا كنت عملتها. طب ايه البينفيت وايه البعد اللي انا ما بقدرش اقيسه قوي؟ وانت لازم انت لو انت عايز تروح للفيديو اي دي تبقى البعد ده في حسبانك، الا هو حاجتين: الفلكسبيليتي، والنقطه الثانيه الاوبريشنز. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده لما انا بفصل الابلكيشن عن الـ عن الـ عن الـ عن البروفايل، عن الاوبريتنج سيستم، عن الكلام ده كله، بيبقى الترابل شوتنج بتاعي اسهل، بقدر اريكفر اسرع. يعني لو حصل فيلير في ابلكيشن هنا وهنج، مجرد ان انا بري ديليفر الابلكيشن على طول الكلام ده كله بيوصل لليوزر، فما فيش حاجه ان انا اجي بقى واعمل ري ديليفر من اول وجديد والكلام ده كله. نفس الحكايه البروفايل، ان انا لو عندي البروفايل بتاعي موجود بقدر اخده على الموبايل زي ما بقدر اخده على التابلت، زي ما بقدر اخده على الديسكتوب، بقدر اشوف البروفايل بتاعي من جوه او بره الكوربريت بتاعتي. فالنهارده في تو مايند سيتس لازم انت تفكر فيهم، ان الفي دي اي مش هيوفر لك، هو طبعا هيقلل في الكومبلكسيتي بس هيقاد في دايمنشن تاني، ان انت هتقلل الاوبريشن والترابل شوتنج بتاعك. الفي دي اي از بارادايم خالص تاني مختلف. هنبتدي نبص على ايه الفيرتشواليزيشن كومبوننتس بتاعه في ام وير. احنا عندنا بورتفوليو كبير او اكتر من برودكت جوه الهورايزن بورتفوليو. انا هسيب خالد ينطلق شويه ويقدم الجزء بتاع البورتفوليو. خالد الارض معاك.
اوكي محمود معاك. هو طبعا في ام وير مقدم لنا مجموعه من التطبيقات الاربعه تقريبا ابلكيشن عندنا، اللي هو في ام وير فيو، الفي ام وير ميراج، الفي ام وير ورك سبيس، والفي ام وير سيل اب. يمكن احنا من زمان نسمع عن الفي ام وير فيو اللي هو بيعمل لنا موضوع الفي دي اي سوليوشن زي ما محمود ما قال لنا عندنا، وطبعا مره بنسمع عن موضوع الفي ام وير ثين اب اللي هو بيعمل بورتابل ابلكيشن. يمكن الاثنين دولت مش جداد عندنا وعارفين يعتبر هما بيعملوا ايه، وكان في كورسات عاملينها عندنا على الموضوع ده. لكن الجديد عندنا هنا واللي انا عاوز اركز عليه في السيشن الخاصه بينا النهارده منتجين جداد جدا، وكل منتج بيقدم لنا حاجه مختلفه تماما. هي مختلفه كتكنيك، لكن هي في النهايه بتعمل مع الابلكيشن الثانيه اللي هي الفيو ومع الثين اب، بيجمعوا كده مع بعض وبيقدموا لنا خدمه رائعه جدا 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 عندنا. بمعنى هنشوف كده برزنتيشن بسيطه. خالد انت ممكن انا عامل ابلود للكونتنتس. اوكي ده السيشن ده باور بوينت لو شايفين معايا. دلوقتي في ام وير بتقدم لنا كذا منتج، كل منتج بيقدم لنا شيء معين. احنا طبعا عارفين موضوع في ام وير فيو اللي هو بيعمل لنا في دي اي سوليوشن اللي هو موجود عندنا بالشكل ده. اوكي طيب ده بالنسبه للفيرشوال ماشين. طب هل في سوليوشن يقدر يعمل لي حاجه شبيهه باللي بتعمله الفي ام وير فيو مع الفيرشوال ماشين؟ يعني ايه؟ يعني مثلا هل اقدر اخد مثلا سناب شوت من فيزيكال بي سي؟ اقدر اخد الستيتس بتاع الاو اس بتاع الفيزيكال بي سي ده الويندوز 7 على سبيل المثال او ويندوز اكس بي، اخد ايمج منه، ومش ايمج بس لا، انا كل فتره او كل يوم او كل اثنين اخد الابديت اللي حصل على الجهاز ده. اوكي واقدر ببساطه اعمل ريستور للابديت ده في وقت ما يحصل فيلير في السيرفر ده. يمكن في ناس هتفهم تقول ما اوريدي احنا كنا بنعمل الكلام ده ببرنامج شبه جوست او برنامج زي الباك اب سيستم. لا هنا احنا بنتكلم سوليوشن اكبر من كده بكتير قوي. البي سي اوتوماتيك بيروح يعمل كونكت على السيرفر ويديله ايه السيتنجز اللي انا محددها او ايه الابديت للفايلز او الابلكيشن اللي حصل عندي، وده هنشوفها في السلايد اللي قدام اكتر تعريفا عنه. فعندنا برنامج اسمه في ام وير ميراج. البرنامج ده يعتبر ما كانش بتاع شركه في ام وير، في ام وير اشتريته من سنتين يعتبر. بيقدم لي سوليوشن متكامل شبيه بالفي دي اي، شبيه ان احنا بالفي ام وير فيو بس مع الفي ام وير فيو مع الفيرشوال ماشين. بيقدم لي هنا حاجه شبيه الفي ام وير فيو لكن مع الفيزيكال بي سي. بنقدر دلوقتي ناخد سناب شوت من الاو اس، سناب شوت من الداتا اللي عندنا، واقدر اعمل لها ريكفري. بمعنى لو الجهاز ده انا مثلا غيرت الهاردوير وجبت جهاز جديد، ممكن اعمل ريستور للاو اس بالداتا بتاعتي وقت معين على الجهاز الجديد. او ان انا مثلا الجهاز بتاعي اتسرق، اجيب اي هاردوير جديد او بي سي جديد واقدر اعمل بردك الموضوع ده، اعمله ريستور على البي سي الجديد عندي. فعندنا اكتر من سوليوشنز عندي بيقدموا الفي ام وير ميراج. ده اول حاجه وهنتعرف عليه اكتر في السلايد الجايه، هوريكم ديمو بسيط كده للموضوع ده. في عندنا جزئيه ثانيه حاجه اسمها الورك سبيس. ده بردك منتج جديد من منتجات شركه في ام وير تحت الباقه الخاصه بهورايزون. ده بيقدم لي ده عباره يعتبر بورتابل ابلكيشن، عن حاجه ويب انترفيس، عن حاجه شكل شير بوينت كده، بيقدر من خلاله نقدر من خلاله اكسس اكثر من حاجه. على سبيل المثال ممكن من خلال الورك سبيس ده اقدر اكسس الداتا الخاصه بيا كفايلات وفولدرات واقدر اشيرها لناس ثانيه، حاجه شبيهه بالدروب بوكس كده. اقدر من خلاله افتح الفيرشوال ماشين بتاعتي اللي هي معموله بالفي ام وير فيو، بياخد البول اللي موجوده عند في ام وير فيو وبيعرضها جوه السايت الخاص بينا من خلال الورك سبيس. اقدر افتح السايت ده سواء من البي سي بتاعي او سواء من الموبايل او سواء من التابلت. من خلال الورك سبيس برك اقدر اعمل شير لابلكيشن بتاعتي معموله بسين اب واحطها على السايت ده الورك سبيس، واقدر من اي مكان افتح البرامج بتاعت السين اب ده بورتابل من اي جهاز كونكتد وشغال ويندوز. اقدر ايضا افتح بعض الابلكيشنز اللي معموله بالسيتريكس زين اب، اقدر من خلالها اقدر لو في عندي سيتريكس في الباك جراوند والسيتريكس ده عامل عليه ابلكيشن بورتابل او ابلكيشن فيرشواليزيشن معنى اصح، ممكن اشيرها على الورك سبيس واليوزر يقدر ياكسس الابلكيشن بتاعته من الورك سبيس دايركت. يمكن في الفيرجن الجديد اللي هو فيرجن 6 هيبقوا فيه بره موضوع التيرمينال اللي هو التيرمينال الخاص بمايكروسوفت. ممكن لو عندك ابلكيشن محطوط على تيرمينال هشير الابلكيشن دي بره من خلال الورك سبيس. وكمان بقدر اعمل
بوليسي وابلكيشن للموبايل. معنى ممكن يخلوا الانترفيس ده احط بعض الابلكيشن الخاصه بالاندرويد او بالايفون اعمل لها بابلش عليها واليوزر يفتح من خلال الموبايل ويعمل داونلود للفايلات من خلال موبايل دايركت، مش محتاج يخش على جوجل بلاي او غيره. كل الكلام ده بقدر افتحه من خلال الويب انترفيس. الويب انترفيس ده ممكن افتحه من خلال الموبايل او التابلت او التليفون ايا كان. بقدر كمان من خلال ان انا مثلا عشان الجزئيه بتاعت الموبايل من خلال الورك سبيس اقدر اعمل بوليسي واعمل سكيورتي على الموبايل اللي بياكسس السايت بتاعنا، واقدر انزل له ابديت معين واقدر اقفل عليه فيتشر او افتح عليه فيتشر. هو هنا طبعا بيحاول يقدم لي خدمه متكامله من خلال انترفيس واحد اقدر اعمل منه مانج للداتا بتاعتي، مانج للابلكيشنز، ومانج للفيرشوال ماشين بتاعها. كل ده من مكان واحد بقدر اكسسه ومن اكتر من ديفايس. لذلك هما بيتكلمونا هنا هتلاقي في مصطلح مشهور قوي اسمه بي واي او دي. المصطلح ده شركات كتير قوي بتتكلم عليه سواء سيتريكس او مايكروسوفت او في ام وير، ان هو بيقدم لك الابلكيشن بتاعك بتقدر او الداتا بتاعتك او الفيرشوال ماشين بتاعتك الاو اس بتاعك كل الكلام ده من مكان واحد، وبتقدر تفتحه سواء انت جوه الشركه لوكال او سواء بره الشركه او سواء من بي سي او سواء من موبايل او سواء من اي ديفايس. ده كلمه معنى كلمه بي واي او دي كمصطلح. عندنا طبعا كل شركه عندها بعض الابلكيشن اللي بتقدم لك الخدمه دي. فشركه في ام وير بتقدم هورايزون بتقدم هورايزون فيو ده للفي دي اي، المايجريشن في ام وير ميراج ده لموضوع الفيزيكال بي سي، والورك سبيس بتقدمه عشان تجمع كل الابلكيشن والداتا والفيرشوال ماشين في مكان واحد عندك. ده نظره سريعه على الجزئيه الخاصه بالفي ام وير في هورايزون سويت اللي هي تحت ايه وبتقدم لنا ايه. طبعا كمان شويه بعد ما مهندس محمود يكمل هندخل في الديتيلز اكتر واكلمكم اكتر على ركز على الفي ام وير ميراج ومع وعلى الفي ام وير ورك سبيس وهريك وديم وكده وشكل عملي على الموضوع. اتفضل يا مهندس. انا كنت بس عايز اضيف يا خالد على حته البي واي او دي، ان احنا بنتكلم من ان في ام وير دلوقتي من اول 30/4 اللي فات يعني من حوالي 10 15 يوم اللي فاتوا غيروا اللايسنسنج ستراكشر ولغوا الفي ام وير هورايزن فيو ستاندرد، بقى عندهم حاجه اسمها الفيو انتربرايز، و في ام وير كمان اشتريت شركه اسمها اير ووتش. عشان برضو حته البي واي او دي دي نقطه نتكلم فيه. البي واي او دي ان انت تقدر تخلي اليوزر، ودي جزء من الحاجات اللي احنا نرجع اللي احنا كنت اتكلمت فيها، اذا تقدر تخلي اليوزر يا اما يشتغل من البيت او يجيب الديفايس بتاعه سواء كان لابتوب كمبيوتر بي سي تابلت موبايل، ويقدر يحطه في الكوربريت نتورك وبطريقه معينه، ويقدر يشوف الانتربرايز ابلكيشنز. الانتربرايز ابلكيشنز ممكن تبتدي من ان هو بيشوف شير معين وبيشتغل على الفايل شير ده بورد واكسل، لحد ما نروح ان هو بيشوف ديسكتوب كامل فيه الانتربرايز ابلكيشن الاي ار بي، ولو هو بيشتغل على حاجات كاستمايزبل مثلا بانكينج او الكلام ده كله. فده فكره البي واي او دي. في ام وير اشترت شركه اسمها اير ووتش. اير ووتش من الشركات الليدرز في موضوع البي واي او دي، واير ووتش عندها تو سولوشنز، واحد اون بريمس وواحد اون ذا كلاود، وهو عباره عن ايجنت او جيت واي صغير بتنزله قدام الكوربريت بتاعتك، واليوزرز تبتدي تبعت لهم انفيتيشن اما بالاس ام اس او بالايميل، بحيث ان هو يقدر يبروفيجن الموبايل ديفايس بتاعته، وتقدر تكنترول الموبايل ديفايس دي ازاي بتخش على الكوربريت وايه الابلكيشنز اللي تشوفها، وتلينك الكلام ده كله بالفيرتشواليزيشن انفراستراكشر ستاك بتاعك. فالنهارده انت النهارده عندك امبلوي بيجيب تابلت او لابتوب من البيت، ممكن يخش على الوايرلس نتورك او على الفيزيكال نتورك لان هو معمول له بروفيجننج، بيلونش الورك سبيس بتاعه الشغل بتاعه الابلكيشن بتاع الشغل. من خلال الابلكيشن بتاع الشغل بيقدر يشوف كل اللي بيكونكت على الفيرتشواليزيشن انفراستراكشر بتاعه الفي دي اي، بيقدر يشوف الابلكيشنز بتاعه الانفراستراكشر كونكت على الكوربريت انفراستراكشر بطريقه هو معزول بيها تماما، فمفيش طريقه ان هو يحصل داتا ليكج، ان هو ياخد الداتا بتاعه الكوربريت، وفي نفس الوقت ما عندوش امكانيه ان هو انفكت الكوربريت مثلا بفيروس او مالوير او حاجه
زي كده. فدي بس جزء البي واي يو دي. البي واي يو دي يعني هي لسه ترم بيحصل له نضوج لو صح التعبير، يعني في حلول كتيره، بس انا يعني لان انا اشتغلت الفتره اللي فاتت دي على حاجات كتيره بي واي يو دي، الترم لسه بيحصل له نضوج، ده التعبير الصح. كل الشركات عندها او بتسعى انها تشتري شركه، اير ووتش خدتها في ام وير، سيتريكس خدت زين موبايل اللي هو كان زين ووركس قبل كده، يعني كل شركه بتحاول يبقى لها ايدج في الموضوع ده، بس لسه الترم بيحصل له نضوج. لو احنا جينا بصينا، هاخد على البرزنتيشن اللي موجوده هنا، لو احنا جينا بصينا على الفيو ده، الكلام اللي اتكلمه خالد واللي انا اتكلمت ان احنا محتاجين نيو ابروتش للموبايل ووركينج، وعندنا الفي ام وير هورايزن بورتفوليو، وان انا عندي الفيو والمراج والورك سبيس، الكلام اللي قاله خالد. فهنا النهارده انا عندي الهورايزن فيو، من خلال الهورايزن فيو بقدر اخد سناب شوت للفيرتشوال ماشين، وبعمل بقدر اعمل لينكد كلون. خالد هيورينا دلوقتي هي اللينكد كلون، ان هي عباره عن كلون من الفيرتشوال ماشين، لينك ببيس فيرتشوال ماشين على الهايبرفايزر، ومن خلال الكلام ده بقدر بشوف الفيرتشوال ماشين الفي دي اي انفايرمنت بتاعتي من خلال ثين او زيرو كلاينت. والفرق ما بين الثين والزيرو كلاينت ان الزيرو كلاينت بيبقى عليه الايجنت دايركت، يعني معلوش اوبريتنج سيستم، هو عليه الايجنت دايركت بتاع الفي ام وير فيو، فبلود الفيرتشوال ماشين دايركت. الثين كلاينت بيبقى عليه اوبريتنج سيستم، ممكن يبقى ويندوز امبيدد، ويندوز 7 تقريبا ما بقاش اسمها امبيدد، بقى اسمها حاجه ثانيه انا مش فاكرها، ممكن تجيب اي اوبريتنج سيستم ثاني، لينكس برضو امبيدد او الحاجه دي، ممكن تبقى تابلت، ممكن تبقى بي سي عادي وتحط عليه الايجنت، ممكن يبقى عندك بقى هورايزن ميراج ان انت بتديليفر الفيرتشوال ماشين فيزيكالي على الكلام ده اوف لاين، لان طبعا الهورايزن فيو بيحتاج ان انت تبقى كونكتد اون لاين. وهنا ده بيبقى كونسبت برضو بديل الناس عشان تعمل المايجريشن بتاعها، انه في ناس كتيره متصوره ان الفي دي اي انفايرمنت بيحصل لها وايب، يعني بيحصل لها توتال ريبليسمنت او بيج بانج، يعني ان انا النهارده انا شغال باللابتوب بتاعي على فيزيكال انفايرمنت، هياخدوا مني اللابتوب ده ويجيبوا لي ثينك كلاينت، وان انا اروح على الفي دي اي انفايرمنت. الموضوع مش كده، ان انا ممكن اعمل ترانزيشن، فزي ما احنا شايفين هنا ان انا عندي البي سي، الحته بتاعت البي سي دي ممكن ان انا احط على البي سي ايجنت واعمل ترانزيشن، فبدل ما اجيب هاردوير جديد استعمل الهاردوير قديم كانه ثينك كلاينت، واروح وكونكت بيه على الفي دي اي انفايرمنت بتاعتي. اوكي، فانا هنا بقى بنتكلم ان انا عندي الترانسفورم، ان انا بقلب الكونسبت الناس بتشتغل بيه ازاي، وان انا بفصل وديكابل الابلكيشن عن الكمبيوتر، عن الهاردوير، عن الاوبريتنج سيستم، بقدر اديليفر اي حاجه على اي حاجه، وان انا بقدر امانج وسكيور الديسك توب، فانا ما بقاش عندي كونسبت بقى ان انا اخاف واحط انتي فايروس واخاف ان اليوزر يضيع الداتا بتاعته والكلام ده كله، وبقى امباور ان انا الورك فورس بتاعتي انها تروح للموبايل وانها تروح تشتغل من حاجات تانية. الهاي ليفل اركيتكتشر، انا عندي الهايبرفايزر بتاعي، اوكي الفي ام وير هايبرفايزر بيبقى عليه لينكد كلون اركيتكتشر، فان انا عندي لينكد كلون بيبقى عندي بيز في ام اي، الفي ام اي دي ويندوز 7، ويندوز اكس بي، ويندوز 8، ويندوز 8.1، باخد منها لينكد كلون، فانا بعمل كلونز بس لينكد للبيز اوبريتنج سيستم. وبعد كده انا عندي الفيو كومبوزر كونكتد، الفيو كومبوزر ده اللي هو المانجمنت انترفيس بتاع الفي ام وير فيو كونكتد للفي سنتر، هو اللي بيعمل لي الاوبريشنز دي كلها. الباك اند بتاعي ده بقى ممكن ابقى واصل، يعني في موديولز كتير، يعني ممكن اجيب زي ما شفت الفيديوز في يونيفايد بوكسز، ممكن اجيب سيرفر بسام، ممكن اجيب سيرفرز بلوكال ستورج، عندي الفلكسبيليتي ان انا اروح في الحاجات اللي انا عايزها. وفي هنا ان انا عندي الكونكشن سيرفر، ان انا هو ده اللي بيعمل لي البروكر كونكشنز بتاعتي، اوكي لو انا عندي البي سي او اي بي دايركت كونكت، او ان انا بعدي على السكيور سيرفر علشان اكونكت على لو بكونكت من الاكسترنال نتورك. هنا بقى عندي الفرايتي اوف الدليفري، ان انا اقدر اوصل من اي نوع من الحاجات دي، لينكس، ثين كلاينت، زيرو كلاينت، ايباد، تابلت، وات ايفر، ل الانفايرمنت دي عن طريق السكيور سيرفر، او لو انا وصل في الانترنال نتورك وايرلس او فيزيكال من خلال
TCP/IP direct على ال VDI environment بتاعتي. اوكي، هسيب الجزء الخطوات الجايه خالد في الارض تبعك. اوكي، طيب لو هنشوف بعض الباور بوينت كده البسيطه الاول قبل ما ابدا موضوع الجزء العملي. اوكي، الكلام هنا يكون يعتبر اغلبه على موضوع الميراج والورك سبيس، لان هما جزئيتين ابلكيشن، الاثنين دولت يعني يعتبروا مبهمين عند ناس كتير، ويعتبر ابلكيشن كماركتنج في السوق لسه حداث جدا مقارنه بالفيو والجزئيه الخاصه بالسين اب. لذلك هبدا عندنا بموضوع الميراج، هنتكلم عليه شويه الفيتشر بتاعته وايه اللي بيقدمه لنا، واوريكم ديمو بسيط عليه وهنشوف طرق الورك سبيس عنده. اوكي، طب المراج طبعا قلنا ان هو عباره عن الابلكيشن اللي هو بيتكلم على ان هو بيتحكم في الفيزيكال بي سي. بيتحكم فيها ازاي؟ انه بيقدر ياخد ايمج منها، يقدر ياخد منها اوتوماتيك ابديت كل فتره، ممكن كل ساعه، ممكن ساعتين، اوتوماتيك. الجهاز بيكون عليه كلاين بيعمل بوش للداتا دي على السيرفر ويحفظها عنده، واليوزر ببساطه ممكن يرجع الداتا دي في اي لحظه عليه، او حتى اليوزر عنده ويب انترفيس ممكن يخش على ويب انترفيس بورتال كده يشوف الداتا بتاعته وبيشوف التواريخ بتاعها، ولو في اي داتا كانت كوربتد عنده او اتمسحت او ديليتد بالخطا ممكن يعمل لها ريستور هو بنفسه بدون ما تدخل اي حد من اي شخص تي اي تي. اوكي، فبيعمل لي اكتر من حاجه. بيعمل لي اول حاجه ستاندرد ديسكتوب او اس، ان احنا بنقدر نعمل ايمج كده جولد ايمج عندنا بحطها على السيرفر عندي، ولما اجيب اي جهاز جديد بعمل بوش للايمج ديت على الاجهزه الجديده، فبيكون عندنا ستاندرد من الاو اس بنفس الكونفجريشن بنفس الابلكيشن. وهنشوف دلوقتي ان احنا عندنا لاير او اس وعندنا حاجه اسمها لاير ابلكيشن ولاير داتا، هنتحكم فيهم بشكل بسيط وبشكل سهل جدا. بس على الاقل انا عندي ايمج من الابلكيشن وايمج من الاو اس بعمل لها بوش على اليوزر طبقا لطبيعه شغل الاداره بتاعته الابلكيشن اللي بيستخدمها. بيعمل لنا حاجه ثانيه برك، لو الماشين ديت حصل لها فيلير او الماشين ديت اتسرقت او الماشين ديت هنعمل لها مايجريشن لهاردوير جديد، ما بحتاجش ان انا اعمل او اس جديد وداتا واعمل ريستور للباك اب والكلام ده، لا ده انا باجي اقول الجهاز القديم ده عندنا ايمج منه بالداتا بتاعته اخر تاريخ من الداتا بتاعته بتاريخ كذا، واعمل ريستور، اعمل ريستور للاو اس، ريستور للابلكيشن، ريستور للسيتنج، ريستور لكل حاجه من الداتا الخاصه باليوزر كميل كسيتنج ككل شيء. بيعمل لي حاجه كمان، موضوع ان هو لو البي سي بتاعك ده اتسرق مش لاقيه تماما، بره بيعمل لها نفس الاسلوب ان يرجع لنا الداتا بشكل كامل كابلكيشن وداتا واو اس عندنا. وبيعمل لي كمان موضوع المايجريشن فروم اكس بي تو 7، يعني ممكن لو عنده اوريدي البي سي بتاعه ده اكس بي وعاوز اعمل مايجريشن لويندوز 7 او ويندوز 8، ممكن بطريقه عن طريق البرنامج ده بشكل بسيط جدا اقدر اعمل مايجريشن من ويندوز اكس بي لويندوز 7 او ويندوز 8 مع المحافظه على الداتا، مع المحافظه على كل شيء، وحتى ممكن اعمل رول باك وارجع للنسخه اللي قبل كده. ده بعض النقط الرئيسيه عندنا. طبعا هنا هيتكلم اكتر على بعض الاوبشن اكتر، لكن انا هوريكم السلايد الاول كده هيوضح لنا اكتر، يورينا الورك سبيس بيعمل ايه، سوري الميراج بيعمل ايه. اول حاجه الميراج بيتعامل ازاي مع الداتا الخاصه باليوزر والاو اس الخاصه باليوزر. اول حاجه بيعتبر ده الجهاز بتاعنا ككل الاند يوزر بي سي. الاند يوزر بي سي ده عامله لاير، يعني ايه اللاير؟ يعني اللاير الخاصه بالهاردوير وده الدرايفر الخاص بيها. وهيهمنا اول موضوع الدرايفر بروفايل ده لما هنيجي نشوف ان احنا عندنا او اس ثابت. الاو اس ده لو هنعمل له انستليشن او بوش على اكتر من هاردوير مختلف، مثلا ديل واتش بي واي بي ام، كلهم بي سي خاصه بيوزر بس كل واحد طبعا ليه درايف عندنا، فبعمل بروفايل للايمج دي، بعمل بروفايل في الهاردوير درايفر الخاصه باي بي ام، درايفر خاص بوير خاص باتش بي وهكذا. ولما اجي اعمل بوش للاو اس ده اقول له خد البروفايل الخاص بالفيندور ده اللي هو خاص اللي هتنزل عليه على البي سي الفيزيكال ده. فده عندنا بروفايل درايفر بحضر فيه الدرايفرات الخاصه بالبي سي تحت المختلفه. بيعمل لي لاير خاصه بالبيز لاير، البيز لاير هنا خاصه باو اس. ان احنا عندنا ويندوز 7 على سبيل المثال نسخه التيميت او نسخه بروفيشنال، النسخه ديت بحط فيها بعض السيتنجز، بعض الكونفجريشن العامه عندنا، وبحط فيها بعض الجنرال ابلكيشن. يعني ايه جنرال ابلكيشن؟ كل الشركه عندها على سبيل المثال بتستخدم الاوفيس مايكروسوفت اوفيس او بتستخدم الاوتلوك، بتستخدم متصفح معين،
بتستخدم ابلكيشن معين، بتستخدم انتي فيروس معين، فبعمل انا في البيز لاير دي عباره عن الاو اس والابلكيشن الثابته عند كل الناس. في عنده لاير ثانيه خاصه باللاير الابلكيشن، لاير الابلكيشن دي بس لاير ما فيهاش الا الابلكيشن. ابلكيشن بقى يعني بعض التطبيقات الخاصه بالناس على حسب طبيعه عملهم، بمعنى الناس بتوع مثلا الفاينانس ليهم ابلكيشن معينه خاصه بالاي ار بي سيستم بتاعهم، الناس الماركتنج ليهم ابلكيشن خاصه بيهم، الناس الاي تي ليهم ابلكيشن خاصه بيهم. لذلك انا بنزل لهم الاو اس والابلكيشن الديفولت اللي هي بتاع كل الناس كلها بتستخدمها، وبعد كده بعمل له لاير خاصه بالابلكيشن بتاعته، ده بتاع اي تي فهنعمل له ابلكيشن معينه، ده شخص شغال في الفاينانس فهنعمل له بوش للابلكيشن بتاعتنا. فكده احنا فصلنا الاو اس عن الابلكيشن، وفي اي وقت ممكن اجيب فيرجن جديد واعمل له بوش عند اليوزر بدون ما اروح اعمل انستول للابلكيشن ولا حاجه، من خلال برنامج ببقى مجهز الابلكيشن ده بشكل مسبق بطريقه معينه واعمل له بوش على البي سي، حتى لو البرنامج اللي عمل له ابديت نعمل له بوش، في برنامج جديد ظهر بره بنجيبه ونعمل له بوش. هنا الابلكيشن عاملها كاتيجوري على حسب كل واحد وعلى حسب احتياجاته، هنا مش ستاندر، الستاندر بيكون في البيز لاير. في بعد كده الجزئيه الخاصه باليوزرز اللي هي السيتنجز الخاصه بالماشين واليوزرز بروفايل. يعني ايه؟ يعني الماشين عندنا هنا لازم تكون فيها بعض الحاجات اللي ما ينفعش تكرر، اوكي، اليونيك. زي ايه؟ زي الكمبيوتر بي سي، زي ان هو جوين او مش جوين، زي الاس اي دي، بعض المعلومات لازم تكون يونيك على كل جهاز. الجزء ده اللاير ديت هي بيكون فيها المعلومات دي. في جزئيه خاصه باليوزر اللي هي اليوزر بروفايل والداتا والابلكيشن الخاص بيه اللي هو نزلها، وسيتنجز خاصه بيه شكل مثلا الانترنت الفيفوريت الخاصه بيه، الديسك توب، بعض الحاجات اللي ممكن السيتنجز بتاع الباك جراوند ستيمز وهكذا، والداتا طبعا بتاعته والبي اس تي الميل والكلام ده. كل الكلام ده بيكون في لير خاص بيه هو. فاحنا دلوقتي لما نيجي نتعامل مع الاو اس نيجي نتعامل مع البي سي، مقسم كل حاجه على لير، فبقدر اعمل ايزوليتد لكل حاجه، لما في حاجه مشكله في اي لير من اللير دي اقدر اعالجها منفصله. عاوز اعمل ابديت للاو اس بشتغل على اللير الخاصه بالاو اس، عاوز اعمل ابديت للابلكيشن بشتغل على لير ابلكيشن او هجيب ابلكيشن جديد، عاوز اعمل كاستمايزيشن للبي سي ده في نيم في اي بي في حاجه بعمل في اللير دي، عاوز اعمل باك اب او ريستور او اعدل حاجه في اليوزرز بتعامل معاها. فاحنا دلوقتي الميراج بيتعامل مع البي سي كارير، فدلوقتي بقى التعامل معاه سهل جدا. اي بي سي يجي لي هعمل له بوش للاو اس، هشوفه انت البي سي بتاعك ده شغال اتش بي، هعمل له بوش للدرايفر الخاصه بيه، هعمل له بوش للابلكيشن طبقا انت شغال في انهي اداره بتستخدم انهي ابلكيشن، وبعد كده اعمل له بروفايل بتاعه، وبعد كده بظبط البرنامج الابلكيشن بتاعي اللي يقدر ياخد الباك اب من ايه في الجهاز. عندي جوه الابلكيشن بتاعي اقدر احدد ياخد ايه من البي سي بتاعنا، ياخد الايمج كلها ولا ياخد البروفايل ولا ياخد ايه الفايلات المعينه من كل بي سي في وقت معين. السلايد اللي قدامنا ده بيورينا الموضوع اللي شفناه قبل كده دلوقتي، ان احنا عندنا دلوقتي سنجل بيز لاير، ده اللاير الخاص بالاو اس، بشوف ان انا عاوز اعمل لها بوش على البي سي ده. البي سي ده بشوف بسال نفسي هو شغال موديل ايه؟ هل هو اتش بي ولا ديل ولا بي ام وير ولا بي ام ايا كان. بجيب الدرايفرات بتاعته بشكل مسبق، لان لما اعمل بوش للاو اس ده طبعا هحتاج درايفرات خاصه بيه، وطبعا الاو اس ده مش هيبقى فيه كل التعريفات الخاصه بكل البي سيز اللي في الدنيا. فبختار الاو اس بلس الدرايفر بلس الابلكيشن، لان ده لير مختلفه، وهعمل بوش بشوف هو في الفاينانس ولا الاتش ار ولا الاي تي ولا اي كذا كذا كذا، كل واحد اداره ليها ابلكيشن خاصه بيها. فدلوقتي ايزوليتد لكل لير عندي، اوكي، وده طبعا هيسهل في عمليه المينتيننس، عمليه السبورت، ولو عندي ابلكيشن فيها مشكله هعمل في اللاير الخاص بالابلكيشن واعمل له ريستور او اعمل له ريبير او غيره، اوكي. وهنا يا جماعه باكد نقطه، هنا الابلكيشن مش بعملها انستول على الجهاز بروح عليه واعمل انستول ثقه بالعادي، لا، ده الابلكيشن ده اوريدي انا عامله حاجه شبيهه بالبورتابل كده بس هي مختلفه شويه، بكابتشر وبعمل له بوش على البي سي اللي انا عاوز اعمل لها بوش عليه انزلها عليه. فعمليه البوش حتى الابلكيشن هنا ما بتاخدش دقايق، جاست بتاخد فتره الكوبي اللي بتكون من على السيرفر للبي سي عندك. طيب ده اللير الخاص بينا، كل جهاز عنده اكتر من لير بشكل مستمر، كل بي سي عنده ايجنت عنده نازل على الجهاز، وبشكل اوتوماتيك طبقا للمواعيد اللي احنا عاملينها هو بيقدر يعمل كونكت على البي سي على السيرفرز بتاعتنا المراش سيرفر، وبيعمل اكسس للداتا ستور او السانز بتاعتي او الناس اللي بيرمي عليها الداتا. بيرمي عليها ايه بالظبط او بيعمل بوش لايه بالظبط؟ احنا بنحدد ان احنا مثلا عاوزين ناخد داتا من البروفايل بتاعته، ان احنا عاوزين ناخد الاو اس كله، ان احنا عاوزين ناخد الابلكيشن، عاوزين ناخد السيتنجز، عاوزين ناخد فايلات معينه، عاوز اخد ديسكتوب، البروفايل، السي بارتيشن معين، فايلات معينه.
هو برنامج الميراج باي ديفولت عامل اشهر الفولدرات والاماكن اللي احنا بنحتاج دايما اليوزر بيحفظ فيها الداتا باي ديفولت، وبناخد منها اوتوماتيك كل فتره وقت معين بناخد منها كوبي ونحطها على السيرفر عندنا. ليه؟ عشان في اي لحظه ممكن ارجع الاو اس كامل، ارجع الداتا، ارجع السيتنجز بشكل كامل، مش بتاخدش مني الا فتره اللي هو ترانسفير عندي اوفر كونكشن. العملية هنا اليوزرز ما بيبعتش الا داتا انكريمنتال، يعني على سبيل المثال لو خدنا مثلا الماي دوكيومنت بتاعته اوتوماتيك هو كل ساعة او 2 او 10 على حسب ما انا بحدد بيبعت لي الداتا انكريمنتال بس، وانا عندي من جوه السيرفر بتاعي بحدد هو بيقدر احفظ له كام نسخة، اقدر احفظ له كام نسخة خلال اليوم، خلال الاسبوع، خلال السنة. فباجي كده خلال كل فترة اقول انا عندي البي سي ده عندي منه نسخة خلال سنة، وخلال الشهر اللي فات كان في نسخة، وخلال الاسبوع ده في نسختين، وخلال اليوم ده ثلاث نسخ. في اي وقت ممكن اعمل ريستور من اي فيرجن انا موجود عندي طبقا لاحتياجات اليوزر وطبقا للاحتياجات الخاصه بينا وديت اللي احنا بنحدده. حاجه تانية، اليوزرز حتى لو حصل ديليت لفايلز او عمل حاجه خطا عنده، في عندنا ويب انترفيس داخل اليوزرز ممكن يفتحه من اي جهاز عنده ويقدر يفتح الداتا بتاعته دي، حتى ممكن من جهاز مش جهازه، يعني ممكن من اي بي سي تاني خالص ملوش علاقه، معلوش ايجنت، معلوش اي شيء، ويقدر يوصل السيرفر بتاعه من خلال ويب انترفيس بسيط جدا، سلايد بسيط، ويكتب اليوزر نيم والباسورد، يلاقي فيه الداتا اللي اتاخدت عمل لها بوش قبل كده بشكل مسبق على السيرفر، ويقدر ياكسسها ويقدر يعمل لها داونلود عنده على اي جهاز. يعني ده يعتبر سنترلايز للداتا بتاعته، هو مش شير او حاجه لا طبعا، لكن هو ممكن من اي جهاز تاني، مش لازم يكون من الجهاز اللي هو معمول عليه الميراج، يقدر ياكسس الداتا الخاصه بيه ويقدر يتعامل معاها عنده. اوكي، فهنا دلوقتي بيورينا البيز لاير وهكذا. العملية دي عشان تتم طبعا بنحتاج اكتر من حاجة، بحتاج طبعا السيرفرز بتاعتي، عندي حاجة اسمها هورايزون سيرفر، وعندي حاجة اسمها هورايزون مانجمنت. هورايزون سيرفر ده عامل شكل حاجة زي الاس اكس كده، طبعا مش فيرشواليزيشن ولا حاجة، ده اللي هو بيعمل كونكت مع البي سي الفيزيكال، وعندي المانجمنت اللي هو حاجة زي الفي سنتر اللي هو بيعمل مانج اكتر من هورايزون سيرفر عندي، وعندي داتا بيز خاصة بالسيرفر ده، وعندي داتا ستور بحط فيها الداتا الخاصة باليوزر اللي هو بيبعتها لي باستمرار. اوكي، بيبعتها لي ديت خلال الوقت اللي انا بحدده، وبعينها عندي في لاير زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. اوكي، في عندي حاجه اسمها ريفرنس لاير. ريفرنس لاير دي عباره عن نسخه نعتبرها كده شكل جولد ايمج، لما اي جهاز بي سي يجي عندنا جديد مش هحتاج ان اعمل له انستول للاو اس والسيتنجز وهكذا، لكن النسخه دي بعمل لها بوش عليه، ودي ديت الريفرنس لاير عندي، وبعد كده باخد منها بيز لاير واحفظها عندي لكل جهاز شكل ما نشوف في الديمو عندنا. ده ازاي بيقدر يشتغل الهورايزون ميراج عندي. طبعا ممكن اكسس البي سي بتاعي ده الويب انترفيس من اي مكان، ممكن خلال موبايل من الويب انترفيس واشوف الداتا بتاعتي. في عندي فيتشر مهمه جدا عندي جوه بالنسبه للناس، حته الجزئيه الخاصه ان انا مثلا لو انا في برانش والبرانش بتاعي ده في مكان بعيد عن السيرفر والداتا سنتر بتاعتي، ازاي هقدر اليوزرز دولت يبعتوا الداتا بتاعتهم للداتا سنتر بتاعتنا اوفر وان؟ طبعا الباندوث بطيء. في في وير عامله سيجنيشن حاجه اسمها برانش ريفليكتور، ده عباره عن بي سي، ممكن يكون اي بي سي من الكلاينت دول، استخدمه كبرانش ريفليكتور. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عملت اي ابديت عندي في الاو اس لاير او في الابلكيشن لاير، مش محتاج ان انا اعمل بوش على كل بي سي، لا، ده انا هعمل بوش مره واحده على ريفرنس ريفليكتور بي سي اللي موجود في السايت، وهو اوتوماتيك هيبدا يعمل عمليه توزيع الابديت ده على بقيه البي سي. يبقى دلوقتي مش محتاج الا ترانسفير مره واحده فقط، مش اكتر من مره بعدد البي سي اللي عندي. اوكي، ده الانفراستراكشر الخاصه بينا. طبعا بنحتاج لوب بالانس لو انا عندي اكتر من هورايزون سيرفر، وده المانجمنت الخاصه بيهم، وده السام او الناس اللي انا بحط عليها الداتا الخاصه باليوزر، ومن هنا من المانجمنت واقدر اكسس الكونسول بتاعي، اقدر اكسس الانفايرمنت الداتا سنتر بتاعتي بشكل كامل. لو خلال دقايق بسيطة كده هوريك ديمو بسيط على الموضوع ده. لو شايفين معايا دلوقتي ده الانترفيس الخاص بالمانجمنت كونسول،
عندي سيرفرين اتنين شغالين هورايزون سيرفر، وعندي اكتر من ماشين شغاله عندي، عندي اكتر من بي سي. كل بي سي من البي سي دولت بقدر اعمل لهم ابلود للسيتنجز بتاعتهم. انا بالفعل عملت ريفرنس لاير، ريفرنس لاير ديت عباره عن ويندوز 7، عملت لها بوش على اكتر من ماشين عندي، والماشينز ديت نزلت عليها وبعد كده عملت منها حاجه اسمها كابتشر. عندي الكابتشر بتاع ده بيكون عباره عن الاو اس بالابلكيشن بكل حاجه، ممكن في اي وقت اقدر اخد ابديت من الماشين ديت، اخد منها السيتنجز بتاعتها والاو اس بكل شيء، اقدر اعمل لها بوش عليها ابلكيشن لاير. عندي هنا ابلكيشن لاير فيها بعض الابلكيشن، حاطط هنا في بعض البرامج زي الفلاش والفايرفوكس وغيره، اقدر اعمل لها بوش في اي لحظه على البيز لاير الخاصه بالماشينز بتاعتي. كل ماشين عندها بيز لاير واقدر اعمل لها بوش لاير عندي من الابلكيشن. فعندي دلوقتي البيز لاير ده عباره عن الاس بتاع البي سي، والابلكيشن لاير دي عباره عن الابلكيشن عندي. في بردك عندي موضوع جزء خاص بالدرايفر لايبرري، بحط فيها برفع هنا فيها الدرايفرات الخاصه بالبي سي وبقسمها عندي هنا اتش بي وديل وغيرها عندي. اوكي، في عندي في الكومن يوزر بيوريني هنا ايه الحاجات اللي ممكن اقدر اعملها بالميراج. ممكن اعمل سنترلايز او اس من الماشين بتاعتي، اخد منها ايمج كده عندي كاو اس بكل ما تحتويها. اقدر اعمل ديزاستر ريكفري لو الجهاز ده ديستروي او اتحرق او اتسرق، او اقدر اعمل ميراج هاردوير مايجريشن، ان انا ممكن انقل من البي سي بتاعي القديم ده جبت بي سي جديد، انقل الداتا بتاعتي من مكان لمكان. اقدر اكابشر بيز لاير ابلكيشن، اقدر اكابشر او اس او ابلكيشن عندي وهكذا. او اقدر اعمل كمان من هنا اقدر اعمل مايجريشن من ويندوز اكس بي لويندوز 7 او ويندوز 8 عندي. ده الانترفيس ببساطه الخاص بيه، المانجمنت الخاصه بالورك سبيس. لو بصيت بشكل سريع كده عشان الوقت عندنا على الانترفيس الخاص او الويندوز المعمول بالميراج، لو رحت بصيت كده عند كلاينت اوريدي انا عامله بالميراج، شغال بالميراج او اس، وهوريك ازاي بيقدر يعمل ريبليكيشن عندي. اللي قدامنا ده عباره عن ويندوز 7، ويندوز 7 ده داخل عليه كلاينت اسمه في دي اي 1، ده فيزيكال بي سي المفترض طبعا، بس انا عامله هو فيرتشوال، بس هو المفترض ده فيزيكال بي سي. الفيزيكال بي سي ده عنده ايقونه كده اسمها نزلت عليه كلاينت حاجه اسمها هورايزون ميراج. باستمرار هورايزون ميراج ده بيتصل باحد السيرفرات الهورايزون سيرفر عندي، وبيعمل هو دلوقتي كونكتد، وكل فتره قد ايه عمل اخر مره عمل ابديت للداتا بتاعتنا، يعني شبه مثلا ديسكتوب ده عباره عن داتا اوتوماتيك بيتصل بالسيرفر بتاعه وبيبعت ليها اي حاجه انكريمنتال داتا حصلت عندنا. مش محتاج انا بشغل ابلكيشن اروح عنده اسحب من الداتا، لا هو الكلاينت هو اللي بيجي لي ويبعت لي الداتا طبقا للبولز بتاعتي. ومحدد لي هنا ان انا شغال على انهي بيز لاير، بيز لاير ده اللي محتويه الاو اس ومحتويه البيزك ابلكيشن. اوكي، ممكن في اي وقت عندي اعمل هنا رايت كليك على الكلاينت واعمل سينك. سينك هنا هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا ياخد الداتا اللي حصل لها تعديل على البي سي ده ويبعتها عندي على السيرفر عندي. اوكي، طيب هياخد وقت طبعا طبقا للحجم الداتا اللي تشينجز عندي، ما بيخش طبعا هو في سكرين لانه بيكون انكريمنتال داتا. خلال الفتره ديت انا ممكن اروح اعمل حاجه، ممكن لو عاوز مثلا من جهاز ده او من اي جهاز ارجع لفيرجن قبل كده او انزل الداتا بتاعتي القديمه شويه، ممكن من الويب انترفيس ده اعمل لوجن للاكونت بتاعي، ممكن على فكره افتحه من اي جهاز تاني مش لازم من نفس الجهاز اللي عليه الايجنت. هيجي هنا يوريني ان عندي كام نسخه اركايف من الداتا بتاعتي. طبقا للبورس اللي انا عاملها ان انا يحفظ لي داتا من كل شهر او داتا خلال كل يوم او كام نسخه خلال اليوم، اقدر افتح كده الداتا بتاعتي يقول لي الداتا بتاعتك كديسك توب فيها داتا ايه بالظبط كماي دوكمنت كفيفورت وغيرها. لو تبص على الداتا دي تعتبر هي نفس الداتا الموجوده عندي على الديسك توب هنا. يعني معنى كده ممكن ارجع لداتا بتاع امبارح او اول او اي يوم بشكل مسبق واقدر اعمل لها ريستور. مش محتاج حتى هو اطلب من الادمنستريتور او الاي تي بتاعي ان هو يدخل ويعدل الداتا بتاعتي او انا مسحت فايل او عملت فيه تعديل خطا، ممكن من هنا ببساطه اعمل كوبي للفايل ده من خلال ويب انترفيس، ممكن افتحها طبعا من اي مكان عندي. اوكي، ده ديمو بسيط كده على شكل الميراج وعلى ناحيه الكلاينت ان هو يقدر ياكسس الداتا، ممكن هو يعمل مانيوالي سينك مع السيرفر او هو باي ديفولت احنا بنعمل السينك ده بشكل اوتوماتيك طبقا للبوليس اللي احنا عاملينها ان هو يقدر يعمل سينك مع السيرفر خلال فتره قد ايه ويحفظ الداتا بكذا فيرجنز خلال مده قد ايه
بالاضافه بحدد فيه ان هو هيعمل سينك من ايه، لانه طبعا مش هيعمل سينك من كل الداتا اللي على البي سي، لكن اعمل سينك بس من السيتنجز بتاعتي والداتا بتاعتي، مش هعمل سينك من الويندوز او من تمب فايلز والكلام ده. عندنا كل ده بيقدمه من خلال برنامج ميراج. ميراج برنامج رائع جدا وبسيط جدا وسهل جدا عندي، وهنتكلم في الاخر على ان هو ليه كورسات حتى اللي عاوز يدرسه بشكل اوفيشال عندنا. نرجع للمهندس محمود تاني. اتفضل مهندس محمود. محمود معنا؟ أوي خالد. احنا كده عدينا خالد على كل البورتفوليو اللي عندنا. خالد احنا عندنا، انا بس حابب اسالك، انت عندك ديمو للفيو؟ هنوري حاجه على الفيو. انا هوريكم اللي انا مركز اكتر فيه، طبعا ديمو على الفيو، لكن انا حابب اوريهم دلوقتي على الورك سبيس. اوكي، ممكن اوريكم ديمو بسيط كده عايز لو عايز تورينا عن الورك سبيس، لانه طبعا هو حاجه ما بنشوفهاش كتير، او يمكن ناس كتير قوي بالنسبه لنا اول مره يشوفوه او يسمعوا عنه. اوكي، هقول لكم موضوع الورك سبيس ببساطه. احنا قلنا الورك سبيس بيقدم لي اكتر من فيتشر، بيقدم لي ان انا اقدر يبقى عندي جزء خاص بالداتا بتاعتي، يعني بين هنا بالانترفيس الخاص بالكلاينت، ده الانترفيس الخاص بالكلاينت، الكلاينت بتاعه بيعمل لوجن باكونت بتاعه ايا كان يوزر 1 ولا يوزر 2، هيفتح كده هتلاقي حاجه اسمها الماي اب. الماي اب دي بتحتوي اكتر من حاجه، مش ابلكيشن بس، لا بتحتوي جزء كده اسمه هورايزون فايلز. هورايزون فايلز لو فتحناه عامل شكل حاجه كده ويب انترفيس فيها الفايلز بتاعتك والفولدرات بتاعتك، حاجه زي بقربها اكتر زي دروب بوكس. ممكن الويب اب ده تعمل له بابلش وتحط فيه الداتا بتاعتك. الداتا دي ممكن تكون فايلات فولدرات، ممكن انت حتى ترفع فايلات او فولدرات عندك وتحطها هنا. والفايلات والفولدرات دي حتى انت ممكن تعمل لها حاجه زي مثلا شير لحد، ممكن تعمل لها الفايل ده تدي له برميشن لحد تاني والناس تقدر تاكسس الفايلات ديت موجوده عندك. ممكن تحط حاجه صور، ممكن تحط داتا، اي حاجه موجوده عندك ممكن تحطها بالشكل ده مثلا. اوكي، هرفع الفايل ده موجود عندك، ممكن كده بيعرضه لي هنا قدامي. الفايل ده ممكن ببساطه اروح اعمل له شير، اجي هنا كده واعمل شير سواء بابليك او برايفت لحد معين، وعندي الاوبشن ده بدي اللينك ده للناس ده وتقدر تاكسس. حاجه زي دروب بوكس اكثر، ممكن حتى اعمل كومنتات على الفايل ده، ممكن اكثر من شخص يتعامل مع نفس الفايل ويعدل بيه ويعمل منه اكثر من فيرجن، واجي هنا في هيستوري الاقي الفايل بتاع ده متعدل من انهي فيرجن وكام واحد استخدمه وهكذا. ده جزئيه ان انا ممكن اكسس الداتا بتاعتي واشيرها واديها للناس سواء انترنال او اكسترنال. جزئيه ثانيه خاصه بالابلكيشن، على سبيل المثال الوين رير او الموتزيلا فايرفوكس ده عباره عن بار ابلكيشن معموله بالسن اب الخاص بيهم والبورتبل ابلكيشن. الابلكيشن ده ممكن اي مكان من اي جهاز شغال ويندوز ممكن اضغط عليه هنا وتتفتح عندي على الجهاز اللي انا شغال عليه بدون ما يكون الجهاز ده معمول له انستول قبل كده على فايرفوكس او الوين رير. طبعا ممكن تعمل اوفيس، تعمل ابلكيشن كتير قوي عندنا. بالاضافه الابلكيشن دي ممكن اعمل دلوقتي اضيف فيها ابلكيشن معموله بالسيتريكس، لو عندك سيتريكس يضيف لك الابلكيشن معموله بالسيتريكس، بفتحها من هنا مش محتاج ادخل على السايت بتاع سيتريكس او الانترفيس بتاع سيتريكس. ممكن بره اكسس حاجات تيرمينال ويب سايت، اكسس حاجه بيسموها الويب ابلكيشن عامله زي ايه، زي مثلا الايقونه بتاعه جوجل دوكس او الابلكيشن اللي هي معموله بال هم بيسموها الكلاود ابلكيشن زي جوجل دوكس او الاوفيس 365 او الحاجات بتاعه السيلز فورس وغيرها. هنا ما بحتاجش ادخل للسيطات دي عشان افتح الابلكيشن ديت، لا ده انا بشكل مسبق بضيف الابلكيشن ديت ليها ايكونز هنا من خلال الورك سبيس. شركه في ام وير بتقدم لي كل الكلام ده، لو دخلت هنا على الادمنستريشن هلاقي من جوه الادمنستريشن بقدر اضيف الكلام ده كله. اوكي، ممكن اضيف ابلكيشن خاص بموبايل، اقدر اضيف ابلكيشن خاص جاي من سين اب، ابلكيشن جاي من تيرمينال، ابلكيشن جاي من سيتريكس وغيرها. كل الابلكيشن دي على سبيل المثال قدامي هي، ممكن اضغط عليها بعمل لها اد عندي وبعد كده بروح اضيفها اديها برميشن لشخص معين. كل شخص ممكن اديله برميشن على ابلكيشن معينه على حسب استخدامه سواء ويب ابلكيشن او بورتبل ابلكيشن او حتى الهورايزون فايل عندي. اجي ده الابلكيشن ده معمول بورتبل ابلكيشن، ممكن اجي من هنا واعمل اد لليوزر، وهو كده ممكن طبعا بيتعامل مع اليوزرز اللي جوه الدومين او اي دايركتوري سيرفيس خاصه بينا، مش لازم يكون اكتف دايركتوري، ممكن ان اي اس دايركت ان اي اس بتاع لينكس او ان داب دايركتوري. من هنا بقدر اضيف اكتر من حاجه، لو جينا هنا في الداشبورد هتلاقي ان انا ممكن من هنا اضيف موبايل ابلكيشن،
اضيف سيتريكس ابلكيشن، اضيف سين اب ابلكيشن، اضيف بول خاصه من عندنا. البول هنا اللي بقصد بيها الماشينز اللي موجوده عندي في الفي ام وير فيو. انا لو عندي اوريدي دلوقتي الفي ام وير فيو اهو ده الانترفيس المانجمنت بتاعي، وعندي بول معينه البول دي فيها بعض الماشين. بدل ما ابقى عندي كلاينت او ان انا افتحه من خلال الكلاينت بتاع الفيو، ممكن اعمل ببلش للايقونه بتاعه الفي ام وير فيو ديت عندي جوه الويب انترفيس الخاص باليوزر. اليوزر من هنا تلاقي ايقونه عباره عن الماشين بتاعته، بيضغط عليها ممكن يفتح الماشين. الجديد عندنا دلوقتي في الفيرجن اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هورايزون 5.3 او حتى 6 اللي هينزل قدام، هيبقى عندنا فيتشر ان انا ممكن مش محتاج يكون عندي كلاينت في ام وير فيو اساسا على الجهاز. انا ممكن من ويب انترفيس عندي دلوقتي بالبروتوكول اسمه بلاست ممكن افتح حاجه اسمها ال HTML اكسس، ممكن افتح البي سي بتاعي اللي هو فيرتشوال الموجود على الفي ام وير فيو دايركت من هنا. اوكي، فانا كده مش محتاج اي كلاينت عندي. من الويب انترفيس افتح الماشين بتاعتي، افتح السيرفر بتاعي الابلكيشن او الموبايل الابلكيشن او حتى الابلكيشن اللي جايه من اوفيس 365 جرام، من هنا ممكن اقدر اكسس الابلكيشن او اس بتاعي. اوكي، كل ده يا جماعه من خلال انترفيس واحد فقط لا غير. طبعا الانترفيس ده بيقدم لي حاجه كمان، بيقدم لي ان انا ممكن اعمل بوليسي على الموبايل. طبعا دي حاجه ادفانسد قوي مش مهتمين بيها قوي. طبعا الاير واتش والحاجات دي هتبقى فيها فيتشر اعلى، ان انت ممكن تعمل تقفل فيتشر معينه في الموبايل، تمنع مثلا الكاميرا، تمنع البلوتوث، تقفل وايرلس وغيرها عندي. اوكي، لكن بشكل سريع كده من هنا اقدر اضيف ابلكيشنز سواء موبايل سواء فايلز سواء سين اب سواء ابلكيشن جايه من سايت سواء ابلكيشن جايه من اوفيس 365 او غيرها عندي. اوكي، حتى ابلكيشن موبايل ممكن من هنا بعمل اد، هتلاقوا فينا اد ممكن ارفع فايلات خاصه الاي بي كي الخاصه بجوجل ابس اللي هو بمعنى اقصح الابلكيشن اندرويد الخاص بالموبايل بتاعي. كل الابلكيشن دي بديها بيرميشن وبتظهر في النهايه في الانترفيس الخاص باليوزرز عندنا بالشكل ده كايقونات، بضغط عليها وبقدر افتح الابلكيشن دي بيكون ما يكون عندي اي ابلكيشن على الجهاز عندي. لذلك انا دلوقتي ممكن من خلال موبايل اقدر افتح الداتا بتاعتي، افتح الماشين من خلال لابتوب، من خلال زيرو كلاينت، من خلال سين كلاينت، من اي مكان بقدر افتح الموضوع ده. فده الانترفيس الخاص من ناحيه الكلاينت، بيعمل لوجن بيشوف الابلكيشن ديت عنده. وده الانترفيس الخاص بالادمنستريتور، من هنا يقدر يضيف الابلكيشن والداتا والويب سايت وغيرها عندي. ده انترفيس طبعا يعني شكل اوفر فيو سريع على الموضوع، بس طبعا في الباك جراوند احنا يا جماعه الورك سبيس ده عباره عن خمسة ابلايز في ام وير بتقدمهم لك، خمسة فيرتشوال ماشين جاهزين مع بعض في في اب جاهزة تاخدها تعمل لها ديبلوي وتعمل لها كونفجريشن بشكل معين. في الاخر بيتقدم لك الانترفيس الكونفجريشن ده اللي من خلاله بتضيف الابلكيشن والسيتنجز وغيره، وبيتقدم لك برك من خلاله الانترفيس الخاص بالكلاينت اللي قدامنا ده. فطبعا في الباك جراوند كونفجريشن كتير قوي عندنا. لو بصينا على الفي ام وير فيو بتاعنا، طبعا ده من الكلاينت ان انا ممكن افتح البي سي دلوقتي بتاعي من غير ما يكون عندي ايجنت. دي من الفيتشر الجديده من 5.2 وال 5.3 الخاصه بالفي ام وير فيو، ان انا ممكن من خلاله انترفيس اكسس الماشين بتاعتي من اي ويب انترفيس اقدر افتح الماشين. ده من خلال بروتوكول اسمه في ام وير بلاست. اوكي، ده عاملينه عشان لو تفتح من موبايل او تفتح من اي بي سي مش لازم يكون عندك اي ابلكيشن اللي هو كان الاول اللي هو في ام وير كلاينت فيو كلاينت. اوكي، بفتح الماشين بتاعتي بالشكل ده من خلال الويب انترفيس فقط لا غير. طبعا الكلاينت لسه موجود ما لغوش ولا حاجه، لكن ممكن تفتح بشكل اسهل من هنا. لو رحنا بصينا على الانترفيس بتاع المانجمنت الخاصه بالفي ام وير فيو ادمنستريشن، طبعا هو اللي احنا مش هنتكلم قوي عليه، احنا عباره عن ان احنا ده الادمنستريشن الخاص بالهورايزون فيو، ده عباره عن البول. البول دي مجموعه من الفيرشوال ماشينز اللي عندي. الفيرشوال ماشين دي عاملها بحاجه اسمها لينكد كلون. لينكد كلون ليها طبعا مميزات كتير قوي، ان هي بتقدر تعمل الاو اس بتاعي ده متقسم كجزء او اس وجزء حاجه اسمها بيرسيستنت ديسك بيحفظ فيها داتا، والاو اس ده حتى بيبقى هو عباره عن ريبليكا من بيرنت او اس بيسموها ريبليكا بارتيشن. ان عندي اكتر من ثلاثه ماشين، الثلاثه ماشين دول بالفعل ما عندهمش كل واحد او اس خاص بيه، انما هم الثلاثه بيعملوا بوتينج من بارتيشن واحد اسمه ريبليكا، وكل واحد لما يبوت بيعمل داتا خاصه بيه السيتنجز الخاصه بالاو اس، وبيعمل بارتيشن خاص باليوزرز بيحفظ فيه الداتا عندنا فقط لا غير. يعني لو رحنا بصينا هنا كده بشكل سريع، ده كلاينت. الكلاينت لو فتحت الماي كمبيوتر عنده تلاقي عنده جوه الماي كمبيوتر اكتر من بارتيشن، بارتيشن خاص بالاو اس اللي هو السي، وبارتيشن حاجه اسمها بيرسيستنت ديسك. لو فتحته هتلاقي فيه اليوزر وموجود فيه البروفايل بتاعه.
فالسيتنجز هنا منفصله، او البروفايل بتاعه والديسك توب والداتا منفصل عن الاو اس، حتى عشان كده في اي لحظه ممكن اعمل ريموف او برجع لسناب شوت سابقه للاو اس بدون ما اثر على الداتا الخاصه باليوزر، لان الداتا الخاصه باليوزر في مكان والاو اس في مكان ثاني تماما. اوكي، وعندنا حاجه اسمها بارتيشن الخاص بيها، ده البارتيشن ده خاص بالسيستم التمب، يعني ملفات التمب عندي، ملفات البيج فايل، اي ملفات ما بحتاجهاش ان هي تبقى دايما موجوده عندي باستمرار، ملفات مؤقته وتتمسح، بيحفظ لي الملفات المؤقته هنا ايزوليتد عن الاو اس بتاعي وعن البرسيستنت ديسك. اوكي، يمكن الكلام ده معروف من زمان في الفيرجنز اللي قبل كده، ما قدموش حاجه جديده عندنا في الجزئيه. طبعا الاو اس بتاع ده ممكن اعمل له بوش عليه بالسين اب، لو عندي بورتابل ابلكيشن اعملها بشكل مسبق، ممكن اعمل لها بوش على الاو اس بتاعتي واقدر استفاد بالابلكيشن دي بدون ما انا اقدر احتاج ان انا اعملها انستول على كل جهاز عندي. اوكي، فعشان بس الوقت ده بشكل سريع كده عندنا يا جماعه، شفنا يعني بشكل سريع على الهورايزون ورك سبيس والمراج والانترفيس الخاص بالفيو والفيتشر الجديده عندنا، ممكن افتح الكلاينت بتاعي من خلال الويب عندي. اوكي، نرجع للمهندس محمود مره ثانيه، يعتبر احنا كده خلصنا الديمو عندنا. اتفضل يا مهندس محمود. معايا محمود؟ سمعنا محمود ولا في مشكله عندك في الكونكشن؟ طب ما اظن في مشكله عند المهندس محمود ولا حاجه، لو سامعني. لحظه واحده كده. اتفضل. سامعك دلوقتي المهندس محمود، اتفضل. لا انا كنت بقول سوري، في مشكله كان في الاوديو. انا كنت بقول انه احنا كده خلصنا، بس احنا انا عارف ان احنا عدينا بسرعه جدا على مواضيع كتير جدا. برودكتس كل واحد فيهم محتاج اشهر وايام علشان نقدر نفهم الاركتكتشر بتاعه والكيس واليوز كيسز بتاعته والكلام ده كله، بس احنا بنحاول ندي وننور شويه افكار جوه الناس وجوه الطريق كده، بحيث ان الناس تقدر تاخد الطريق بعد كده، لان احنا طبعا اونلاين مش هنقدر نشرح كل حاجه في غضون الساعه دي. احنا بنحاول بس ان احنا نعرض التكنولوجيز الجديده ونقدم الحاجات الجديده. انا بحب اشكر خالد لان هو عمل مجهود رائع جدا النهارده في الديموز، انا عارف ان الديموز دي بتاخد مجهود كبير جدا ومجهود فظيع انها تتجهز. فعلا يا خالد ربنا يبارك لك، وبنشكرك جدا على المجهود اللي انت عملته النهارده دوت، وعايزين نديكيت كل شهر كده اتليست تبقى فيه سيشن. انا عارف انا وقتي ضيق وفعلا بتعب عقبال ما اوفر الساعه دي، بس انت افضل زن عليا وانا ان شاء الله هستجيب يعني. ما ان شاء الله باذن الله. كان في اسئله، لو في حد عنده اسئله يا جماعه يتفضل، يعني ممكن تغير الكالر بتاعك ونشغل الاوديو لو انت عايز تسال الاوديو او الكويستشنز انسرز سيكشن من فوق. كان في كده سؤال جه وكنا جاوبنا عليه. طيب مفيش، شكله مفيش اسئله كده. طبعا شكل المهندس محمود قال لنا، طبعا احنا يعني اتكلمنا بشكل سريع جدا، طبعا الموضوع كله بابلكيشن عالم كبير قوي. حتى في نقطه مهمه قوي، يعني في ناس ممكن تسال، طب هل الموضوع ده الابلكيشن ده لها كورسات ولا كورسات ولا كتب ولا امتحانات؟ فعندك دلوقتي في ام وير عامله الهورايزون فيو، طبعا ليها كورس 4 ايام والامتحان اللي هو بي سي بي داش دي. في طبعا للهورايزون الورك سبيس، الورك سبيس برك ليه كورس بس مش امتحان. الميراج برك ليه كورس تقريبا يومين اثنين. اوكي، فكل من ده عباره عن، يعني كل ده عباره عن ليه كورس دلوقتي وليه كتاب ممكن انت عاوز تذاكره او تدرسه عندنا. يمكن الريسورس الخاصه بالميراج او الورك سبيس لسه قليله شويه على الانترنت، او الفيديوهات بتاعتها نادره شويه. ان شاء الله في البلان يمكن نبقى نعملها فيديوهات خاصه بيها، لكن في الوقت الحالي مش ريسورس لها كتير، لكنها ابلكيشن مهمه جدا. فحاولوا ان انتم تدرسوها سواء اوفيشال او سواء تبحثوا على الانترنت كفيديوهات او كتب وتحاولوا تذاكروها. انا ريكومند لكم حاليا ان انت المانيوال بتاع شركه في ام وير او التكنيكال بوك اللي هي بتكون موجوده فري على السايت بتاع في ام وير،
هي الكتب يمكن إلى حد ما صعبة، لكن أنت كبداية قوية كده إن أنت تشتغل بيها وتذاكر من خلالها المراج أو الورك سبيس، هتقدم لك جزئية يعني معلومة كويسة جدا ومعلومة قوية جدا. لكن طبعا لو أنت بتدور على كورسات أو حاجة، يمكن في بعض السنترز في مصر أو بره مصر بتقدم الحاجات ديت. وطبعا اللي عاوز يدرس كورس يدرس ياخد الشهادة بتاع الـ VCB، في VCB داش دي اللي هي ديسك توب، اللي هي VCB بروفيشنال داش تكنيشن الخاصة بالديسك توب عندنا. اوكي، ده بالنسبة لو حد بيسأل عن الامتحانات أو الكورسات، كل حاجة ليها كورسات عندنا. اوكي طيب خالد، كان في عندنا بس قبل ما نقفل كان في سؤالين. سؤال، هل ممكن نستعمل الميراج كباك اب سوليوشن مكان الدي بي ام؟ الباك اب عموما بتبقى الاستراتيجي بتاعته مختلفه عن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، ان احنا نسيبريت البروفايل والكلام ده كله. الباك اب انت بتستعمله لما بيحصل لك ديزاستر. صحيح التكنولوجيز ان انت تقدر تعمل حاجه اسمها بروفايل فيرتشواليزيشن، على لو احنا جينا نتكلم الترم الصح، انت تعمل بروفايل فيرتشواليزيشن، ده هيديك الكابابيلتي ان انت تقدر ترانسبورت البروفايل ده لاماكن ثانيه اكروس الوان او داتا سنتر ثانيه، تقدر تعمل باك اب وريستور من خلالها او ديزاستر ريكفري من خلالها. بس الباك اب نفسه كاستراتيجي ان انت تقدر تاخد باك اب وتريكفر الداتا وتعمل اركايفنج للداتا، دي حاجه ثانيه وده يوز كيس مختلف تماما، لان انت حتى في الباك اب بيبقى عندك اكتر من فيرجن وتقدر تريكفر اكتر من فيرجن. فده اتجاه وده استراتيجي وده استراتيجي ثانيه، فمش عايز الناس تخلط بين الاثنين. كان يوزر Can I use the migrate to set up new PC for my customers? And tell how can I use the Mirage to set up new PCs for my customer? او انت تتكلم الفيديو اي ممكن انت... انا يعني ممكن ارد على السؤال ده محمود لانه بيتعالج بمراج اكتر. هو بالظبط انا متاكد هو ميراج عن غالبا هو ميراج فولو مراج. طبعا هو مراج احد ادواره الاساسيه ان انت لو الجهاز بتاعك ده عايز يسرق او اتحرق او انت عاوز تعمل على جهاز ثاني، ممكن تجيب البي سي ده، هو هيقدر يعمل لك ريستور للاو اس بتاعك، وهو ياخد منه حاجه اسمها بيز لاير منه باستمرار، حاجه اسمها سي بي دي سنترلايز فيرتشوال ديسك توب، بياخد الاو اس بالابلكيشن، بالاضافه برضه بيبقى واخد اللاير بتاع الابلكيشن لوحدها واخد اللاير بتاع الداتا لوحدها. فشيء ان هو بيجيب الجهاز الجديد بيرجع لك ريستور للويندوز وريستور للداتا وبيرجع لك ريستور لاخر حاجه سيتنجز واخر داتا هو عمل لها سينك من خلال البي سي. فطبعا ده سوليوشن اساسي موجود في الميراج عندنا، هيرجع لك الداتا بتاعتك بشكل كامل. سواء طبعا هو طبعا اوفر وان طبعا صعبه في حته الديزاستر ريكفري، لان طبعا كميه داتا كبيره قوي هترجعها. اوكي، لكن طبعا الانترنال هتبقى سهله، لكن وان طبعا هيبقى مشكله الداتا الباندويتس عندك. اوكي اتفضل يا احمد. طيب سؤال تاني، need a connection speed for client and each site. انت عايز needed connection speed. needed connection speed احنا بنتكلم هل حجم الداتا اللي انت عشان تعمل باك اب للكلاينت، ولا انت بتكونكت الكلاينت علشان تران VMware View؟ لان التو سيناريوز مختلفين. لو السيناريو الاولاني ان انت بتتكلم علشان تباك اب الداتا من الناس دي تجيبها على السنتر اللي عندك، في الاخر هو هيعتمد على حجم الداتا وانت عايز ترانسبورت الداتا دي قد ايه. اجين انا برضو بستريس على النقطه دي، ما ينفعش نستعمل تكنولوجي ديزايند للدليفري ان احنا نعمل بيها باك اب، لان الباك اب تكنولوجيز اكروس الوان بيبقى فيها حاجات اسمها كلاينت سايد دي دوبليكيشن وان دي دوبليكيشن وسورس دي دوبليكيشن وديستنيشن دي دوبليكيشن، فما ينفعش ميكس او نحط حاجه مش ديزاين للكلام ده اللي انا استعملها في اليوز كيس دي. ممكن تنفع بس مش هيبقى قوي. بالنسبه للفيو، لو احنا بنتكلم عن الفيو وان انا الباندويث الريكوايرد ان انا اقدر ادليفر الفي دي اي انفايرمنت اكروس الوان، ده هيعتمد على اليوز كيس بتاعتك. يعني لو انت بتتكلم ان كلاينت بيرن مجرد اكسل وورد او اوفيس اللي هو تاسك وركر، يعني بيبقى حجم الباندويث تقريبا ان ما خانتناش الذاكره بيتكلم بين 90 128 كي. لو انت بترن حاجات فيها برينتنج الدنيا بتعلى، لو انت هتستعمل فيها فيديو جيم و اتش دي ديفينيشن او موفيز او 3 دي ماكس او اوتوكاد which is ان هو موجود، انت بتعلى لحد ما توصل 2 ميج بير سكند بير يوزر. ده without any
وان اكسلريشن تكنولوجي. في حاجات وان اكسلريشن تكنولوجيز كتير، حاجات زي نت سكيلر والستيل هيد ممكن تعمل بيها وان اوبتمايزيشن، فده بيقلل حجم الوان بشكل كبير جدا. سؤال تاني، could you please prepare some video course about the products and publish it on your blog via man. انا هقول عن خالد، وخالد يكبر. خالد بيعمل مجهود رائع على في ام مان، هو ولاء، وتقريبا هو بيحط كورسز كل يعني اسبوع، ما كانش فيه كده يعني. بس لازم يعني انا عايز يعني مش اعترض، ان انا بس اقول حاجه انه فعلا الحاجات دي بتاخد وقت كبير ومجهود اكبر، وسبيشال انه اعداد الايديتنج بتاع الفيديو واللابس، وسبيشال اللابس بتاعت الفيديو اي حاجات دي بتستعمل ريسورسز كتير جدا. فخالد انا فعلا انا مقدر هو قد ايه بيتعب في الحاجات دي، و بتاخد منه ريسورسز قد ايه. خالد لو انت هل انت عندك بلان انت ولا تعملوا حاجه في المستقبل؟ والله طبعا انا بلان عندي ان انا اعمل طبعا الورك سبيس والميراج، لانه طبعا ما فيش حد طبعا حتى عربي او انجليزي، انا يعني البلان بتاعته كنت انا اعملهم بالانجلش عشان اقدر اغطي الجزئيه دي، بس مش الوطن العربي عندنا حتى يبقى لبره، لان احنا لو عملنا سيرش على الورك سبيس او عملنا سيرش على المراج مش هنلاقي ليهم اي فيديو، سواء بفلوس او ببلاش او كورسات، يعني حاجه اونلاين او فري او غيره تماما للاثنين. فانا اوريدي في البلان بتاعي كنت حتى كتبت مقالتين عندهم، ان انا في البلان بتاعي ان انا هعمل ان شاء الله المراج والورك سبيس، لكن هيكونوا بالانجلش ان شاء الله. وان شاء الله بالنسبه للفي ام وير فيو هستظهر طبعا فيرجن 6، وهنعمل له فيديو خاص بالفي ام وير فيو فيرجن 6 خلال شهر او اثنين، هيكون عمل بابلش في ام وير، طبعا اعلنت عنه بس لسه ما نزلش في البرودكشن. اول ما ينزل ان شاء الله ده هعمله كورس عربي وهنشره عندي على السايت الخاص بيا. وبالنسبه للورك سبيس والمراج ان شاء الله هيكون بالانجلش فترة قريبة خالص ان شاء الله. طبعا يعني شايف مهندس محمود وضح لكم، هي يعني المشكلة الموضوع ده بيحتاج هاردوير كبير، ويحتاج سيرفرات، ويحتاج كونفيجريشن، وبيحتاج وقت طويل للايديتنج والفيديو. يعني الفيديو اللي انت بتشوفه خلال ساعة ده بيبقى وراه ساعات طويلة قوي من التحضير والدراسة والكونفيجريشن بتاع السيرفر وتيست للاب قبل ما تسجله، وبعد ما تسجله تعمل ايديتنج ومونتاج وبداية ونهاية. ده موضوع كبير قوي للاسف عندنا، واحنا طبعا بيبقى كلها حاجات فردية فبتاخد مننا وقت طويل جدا. لكن ان شاء الله بوعدكم ان يكون في حاجه ان شاء الله ليهم فيديو اللي اقدر اوعدكم. طيب شادي كان بيسال ممكن تعطينا محاضره نسخ الاحتياطي؟ يعني هي دي بره سكوب الفي ماج، ان احنا بنتكلم جوه الفي ماج. انا هحاول اعمل فيديو حاجات زي اللي انا بعملها 15 دقيقه كده، تدي ايه هو السورس دي دوبليكيشن والديستنيشن دي دوبليكيشن والاكسلريشن والكلام ده كله. هحاول ان انا يعني اعمل فيديو بسيط كده 15 دقيقه وثلث ساعه. VMware View version before 5.x is bad for use for production or stable. استعمله، ما فيش حاجه اسمها كده. وفي ستادي كيسز بتتكلم عن ديليفري ل 10000 ديسكتوب انفايرمنت اون توب اوف في ام وير فيو. ما فيش حاجه يا جماعه في حاجه اسمها باد وفور يوز ان برودكشن ولا ستيبل والكلام ده كله. في يوز كيس، انا مؤمن بموضوع يوز كيس. انا راجل بشتغل في سيرفيس بروفايدر، انا عندي كاستمرز بيشتغلوا بفيو، وكاستمرز بيشتغلوا بسيتريكس، وكاستمرز بيشتغلوا بمايكروسوفت، وكاستمرز بيشتغلوا بحاجات ثانيه. كل كاستمر بيبقى له يوز كيس، فما ينفعش نقول انه في برودكت من شركه كبيره زي في ام وير او وات ايفر كان اكس البرودكت او اسم الشركه ان هو مش ستيبل. في يوز كيس انت لازم تعمل بايلوت وتعمل بي او سي وتعمل وتشوف هل ده بيفت الريكويرمنتس عندي ولا لا. ما تاخدش السيلز بيتش اللي هو انه واحد يجي لك يقول لك في ام وير فيو احسن حاجه في كل حاجه من الفندر او من بارتنر وتمبلمنت الكلام ده كله. اعمل بايلوت، حدد قبل ما تعمل البايلوت، حدد الريكويرمنتس بتاعتك، اعمل البايلوت شوف انت فعلا قدرت توصل للريكويرمنتس ولا لا. انا كان عندي كاستمر لسه من حوالي اسبوعين وكان مؤمن ببرودكت في الفي دي اي خالص، رحت اتكلمت معاه، انا كنت شايف ان اليوز كيس مش هتنفع فيها البرودكت اللي هو مستعمله. اتكلمت معاه فعلا لما وضحنا الريكويرمنتس وعملنا البايلوت، هو الراجل راح للبرودكت رغم ان هو كان مؤمن جدا ببرودكت ما، راح لبرودكت تاني خالص. ف اعمل بايلوت الاثنين وانطلق وحدد الحاجه اللي انت هتشتغل فيها. طيب
الأسئلة خلصت، أنا تعبت آخر اليوم برضه لعبت. إن شاء الله. لا أنا لو حد عنده سؤال يا جماعة، أنا فعلا آخر يوم بيبقى يوم طويل، مش بقول إن محدش يسأل، لا خالص، لو عنده سؤال يتفضل يسأل قبل ما نقفل يعني. بشكرك جدا جدا يا خالد، أنت ما تعرفش فعلا إن أنت يعني، أنا ما عملتش السيشن بقالي كتير، والنهاردة أنا استمتعت جدا بالسيشن، وأنا شخصيا جدا استفدت، ميرسي ليك. واتمنى ان احنا ان شاء الله نكرر حاجه الشهر الجاي، زن انت عليا وانا انت شفت ان شاء الله يعني ناخد وعد كده اونلاين من الناس ان المهندس محمود ان شاء الله نتكلم المره الجايه على موضوع البي كلاود والان اس اكس بشكل كده سريع. طبعا ناس كتير قوي بتسال على موضوع الان اس اكس والبي كلاود والهايبرد كلاود بشكل سريع كده، نحاول نوصل لحاجه ونعمل نعمل بيها حاجه كويسه كده، ناخد وعد اونلاين عشان يبقى مسجل ومعترف بيه. اوكي ان شاء الله. وان شاء الله يا جماعه طبعا بشكر الجميع، بشكر المهندس محمود وشاركنا وقته ومجهوده، وان شاء الله السيشن دي هتكون مسجله وننشرها للناس اللي ما قدروش يحضروا معانا اونلاين عشان الوقت او غيره، هيبقى في خلال السايت بتاعنا في مان، ومن خلال السايت الخاص بالفي ماج على الانترنت هيبقى في لينكات ليهم الناس تقدر تشوفه اونلاين او تعملوا داونلود عندنا. اوكي وان شاء الله يعني قبل ما نقفل بس يا خالد، معلش محمد بيسال سؤال عشان ما نكسرش بخاطره، هو بيقول انه البي سي او اي بي الباندولز بتاعه قد ايه. زي ما قلت في يوز كيسز كتير، لو انت عندك اند يوزر بتتكلم مينيمم 90 كي لحد الناس اللي هي بتعمل هاي ديفينيشن وفيديو ستريمينج و3 ماكس واوتوكاد توصل لحد 2 ميج، ده ويزاوت باندويث اوبتمايزيشن، يعني انت بتبتدي من 90 لحد 2 ميج او 2.5 ميج. فلازم تعرف اليوز كيس بتاعتك ايه، وفي لو انت عملت سيرش بس كتبت في ام وير فيو باندويث هتلاقي على في ام وير في دوكيمنت بتتكلم في الباندويث ريكويرمنتس لكل كيس. اشكركم جزيلا، واشكر خالد للمره الخامسه. شكرا جدا. طبعا السيشن اوكي، مشاكل جدا محمود، مشاكل الجميع، وان شاء الله المحاضره هتكون سيشن مسجله ان شاء الله وهتعرض على السايت عندنا، وان شاء الله خلال الشهر القادم هيبقى في محاضره ان شاء الله يشاركنا المهندس محمود فيها في موضوع جديد عندنا ان شاء الله. طبعا بدعوك كل الناس يا جماعه تسجل على السايت بتاعنا vmag.com/egypt عشان نقدر نعمل كوميونتي كبير وعدد كبير عندنا عشان نبعت لكم الايفنت اللي جاي ان شاء الله سواء فيزيكال او سواء اونلاين. وكمان متنسوش تسجلوا عندنا في الصفحه الخاصه بالفيسبوك عشان نشوف كل الاحداث والاخبار الخاصه بينا واللينكات الخاصه بالمواضيع الخاصه بينا. شكرا جدا للجميع، وشكرا جدا اللي استحملتونا الفتره دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم.